دقيقة مليون يا عيال عندنا ناس يحتاجون الموضوع هذا. والله يمشي بس رحبوا معي بكم الشروع، رحبوا معي بالعسيري. انا بقترح اقتراح دام معي في الكم الشروع. انا اقترح ان تكون الحصانه لاقل مشاهدة. لانها فعلا الحقيقي والله أصوت. اني اصوت لاقل مشاهده. طيب خلونا فهد نادر عايض عبد المحسن حياكم الله. مرحبا يا عبد الله. مرحبا وسهلا يا عيال. هل اخوياكم ما علموكم اللي يبيع متابعين او مشاهدات؟ والله ما ليه ما يعلمونكم يا عيال؟ 172 مليون مشاهده. واحد يا عيال. عبد الرحمن عزيزي لو سمحت، حتى العزيز دخل في الوهم. دخل. سم يا ابو عبد الله. طيب نادر سم، ليه ما شريت مشاهدات مع اخوياك؟ حقت الحصانه. اي هلا وخلي يتابع. مقتنع انت؟ هل انت مقتنع ان متابعات هذه 172 مليون وانت 10,000؟ والله يا ابو ما تابعت الصدق ابو معيار. انا علمك 32 يا حبيبي. جميل 90 مليون، سلمان 131، رقيقين بالملايين 131، معجب 85 مليون، معجب يا ساتر. انتوا يا شباب السؤال العزيزي 400، العزيزي المقاول حقه ما زال اول. ما زال يا حبيبنا. دقيقة صير يا اخي، يمكن يطلع واحد منهم يكسب الاول. دقيقة اوكي 172 مليون، ايش فين انت عايش؟ انت تبغى كيف يا اخي؟ ترى انت رجل ذكي، رجل اكاديمي، تكلم بالمنطق. ليه ما طلع بالعقل؟ يعني يا اخي سكان العالم 7 مليار. 7 مليار. احنا جبناكم نسالكم سؤال، لماذا لم تتعاونوا مع مقاولين؟ نقطة. طبعا عايض فهد اعطيك معلومة. دقيقة شباب، هاي جاك على ام السؤال. كم مشاهداته؟ كم؟ 85 مليون. كم لايكاته؟ ها 4,000. ها كيف؟ نسبة وتناسب. بس ابغى نسبة وتناسب. لا هذه عرفنا كم 100,000 لايك. هذا المقطع بيسوون لايك. لا جميل العتيبي مشاهداته 90 مليون. 90 مليون. لايكات 13,000. ما شاء الله. توصل لمليون. يستاهلون والله. اوكي انت ليش ما تشتري مقاولين انت؟ اقول لك سياسة التيك توك، إذا عندك مقطع ارتفعت مشاهداته يكسب الأور مثل ما يقولون، فيصير نسبة دخول للحساب وترتفع مشاهدات المقاطع الثانية. هذا اذا هو كسب الاول، يعني المفروض ترتفع مشاهداتكم. هذا وهمي واضح. ليه ما تشترون؟ عايض تقتنع انه وهمي؟ لا تسال هو وهمي ولا لا. يا عايض السؤال موجه لابو علي بوه، بارك الله فيك. لماذا هل تحتاج الى مقاول؟ انا عندي حصانات. انت تحتاج مقاول؟ طيب نادر عندك ابغى مقاول. عندك؟ عندي. عطريات عندي. اللي يبغى مقاول عندي. عطريات والله عندي مقاول. يبغى عندي مهمته والسؤال. اللي ما حد يعرف اللي شباب الحاره بس. ونادر العجمي 100 مليون. 100 مليون. محمد جابر 100 مليون. محمد جابر شيل قبل الحلقه يا بان. قبل بدايه الحلقه 82,000 مشاهده. انا شايف قبل بدايه الحلقه الحين 97 مليون يا ذهب. 90 مليون حدد الصف يا ذهب. ايش تبغى؟ نعطيك الدراهم ولا تعطينا المقاول؟ لا اعطيك المقاول. حلو يا عايز احزم لك والله بنات. شوف يا عبد المحسن، الناس اللي تاخذها بريحيه ما هي بشده. طلع اكسب الاور. دقيقه اصبر ان معم واحد شرى من المقاولين. خليه عايض 40 مليون. الله يضلك بعايض. عايض الله يوفقك. الله كفو عليك. بس قبل الحلقه 10,000. قبل شوي. يا اخي المقاول اللي عندي تعبان. ابغى مقاول بعاه. يا فهد المقاول اللي عندي تعبان ما هو بزين. يا فهد. يا فهد القيس. يا فهد انا اناشدك يا فهد القيس. وداعك اشتري. اجلس يا فهد. ايش يقول؟ يا فهد انا كم عندي؟ شهد 10,000. 50. الحمد لله نعمه. انا يوم دخلت ما يتابعين الا 200، الحين 10,000 نعمه. طيب مقاول. ابكي اظهر مع الرجال. يا فهد اظهر مع الرجال. اعطوني مقاولين. اعطوني اي شيء. يا فهد شهادات 40 مليون تمام؟ كم لك؟ كم؟ 1500. يقول مقاول. يقول مقاول. يا فهد المقاول اللي عندي تعبان. اعطني اللي عندك سريع. هذه ظروف والله. الشبكه يا اسمع. الشبكه بتارد من الحين. زيد تعبانه لازم نطلع من الجبل. مقاول معجب قال بيسوي تلميحه نزلها 2 مليون. تبرع لابو علي بوه. صل على 3 مليون من عندي. 3 مليون متابع. عيام العسيري.
الجزيري شادها خل مقطع يطلع محمد جابر يتقدم محمد جابر يتقدم 100 مليون كم تدور نقول 8 مليون تدور نقول 8 مليون لا لا معجب كم كم 85 مليون عند مقاول بالسالب نزل 2 مليون يا معجب يا معجب يا الله ليه عشان سالفتك مو شوي انا كم وصلت لو سمحت مداخل معجب حسان كم وصلت انا شوفوا لي تطلع زعل زعل فهد فهد زعل فهد فهد زعل ضحكنا على معجب زعل فهد نادر اصبروا انا ناشدكم ان اللي خبر مقاول اي شيء سباك اي بس دفع عليه موجودين 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 نادر كفو يا مدخل الله بتعطيني رئيس المقاولين في العالم العربي فهد معيان نعم نعم عندي رئيس المقاولين انا كاش مقاولين اي ترى ترى حتى المقدمين بعضهم عندهم قوي تعاملت مع جميع المقاولين اشوف بثك لفتره 3 ايام مقاولين شغال مقاولين صح بس ترى شدك مقاولين ها انت عندك مقاولين ايه شغال انا السعر اللي عندك جديد اسمع عروض للاقارب والاصدقاء والمساكين والجيدين عروض عبد المحسن عسيري ايوه انت ما في خل مقطع كتل عشان افايد من عيا ايوه اسمع اسمع 15000 حره نقيه نعم شاهد اسمع ابو معيان ها قال له شوف لي ايميلات عشان انا ابغاها في المركز الاول ان شاء الله لا 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 تطلع اكسب لور انت لا ما تطلع اكسب لور العزيزي ابي ايميلات العزيزي بس يا اخي عجيب عبد المحسن هذا قبل شيء شدنها يوم شاف خوياه ضحكه وضحكه صل على النبي معهم معهم على عبد المحسن انا اتكلم عن نفسي بيض الله وجهك عبد المحسن بس ما بتكلم عن غيري انا بسال العزيزي له اللي شرى ولا اللي سكت 4 مليون خل العزيزي هو كان باقي في الفيزا 100 ريال حطه في الفيزا خل العزيزي دنعم وينتظر بكره ينزل عشان خل العزيزي دنعم مليون مليون من الساعه مليون مليون احمد احنا 189000 يا عيال عشان تدري عشان علمك انه وهمي احمد احنا في اخر مقطع نزل حساب القناه المفروض اذا كسب لور تزيد اذا كسب لور دخلت الحساب اول مقطع يزيد ياخذ يجمع الملايين كلها وهذا وهذا اللي مخلي المنافسة عشان كذا الناس تثبت عشان كذا الناس تثبت النقاط ما زلت ايوه متى قام ثبت يا سام ما زلت مرشح انه اقل مشاهدات هو من سيفوز اصوت وانا ابارك ابارك من الان لعبد المحسن والله انه يستاهل يستاهل طيب عايض المحسن يستاهل يا عيال عايض في 20 ثانية زاد 1,500,000 مشاهدة من وين يا انزل لا تساد من وين جميل يا ولد انا اطالب يا سلطان اطالب اطالب كنقل وهمي كم وهادي سلمان يا سلطان سلطان اطالب بالمقاول حقي يحطها بليون ما ابغى مليون ابغى بليون انا محمد جاب بالله دقيقه دقيقه مليون دقيقه بالله من استاذ من استاذ المقاولين في المتسابقين فهد معي لا انا حق المقدمين ايه حق انا مدير المقاولين حق المقدمين انا استاذ المقاولين انا يهدي بس يهدي ها احب اهنئكم ان هادي بن ربعه وسلمان ملحي يا تنافسون على عرش الوهمي جمهور وهمي انتوا انتوا نقيين ما عاد الا عايض الحارثي يعني انجرف في انا اتوقع ان مشاهدات اتوقع دعواتك عدوان ما شاء الله دعواتك بس دقيقه يا عيال اتوقع ان مشاهدات هذه بالربع صحيحه لان لكم لو تشوفون شكله هنا كانه مخلوق غريب ظهر في حساب القناه فضائي او يعني لبس شوف كيف احنا يعتقدون انه ضيف دعم متحدث او رمح منطق او رمح يتحدث منطلق نعم آتي من قرش البحر آتي من عصر الفراعنه من العصر الاشوري والعصر القديم هذا تدري متى بدت مشاهدات هادي من يوم جت زياره اخوانا هنا لان الفيزا ما كانت تدفع وصلنا جو الرياض الى صالح تفعلت فهو اللي بدا السباق كلمه اخيره يا عيال كلمه اخيره عندي انا ابغى جوالي اطالب الاداره يعطوني جوالي ما اتفهم مع المقاولين ولا ها لعلنا نلقانا حق مليون مليونين ثلاثة ندحن مع الرياجين وش تبغى نسوي؟ 200 مليون انا طالب عندي انا 10 مليون مشاهدة لكل واحد من الشباب خلي عبد المحسن يفوز ومن اليوم نكلم الإدارة لازم يفوز بي عبد المحسن أو أقل مشاهدة طيب كلمة أخيرة أبو دخيل الله والله تستاهل والله والله ليش باكت وطالب أبو دخيل الله أقل مشاهدة هو من يستحق الفوز يستاهل الآن يستاهل لا خلينا نقبل بس المداخلة أنا كم اسمع يا ذا اسمع عايض الحاردي ذا الحين خلال 20 ثانية 6,200,000 والله وجهها نادر 33,000 فهد القيصر 54,000 عبد المحسن 15,000 صالح بلوي 80,000 هذا التنافس يا فهد القيس بالله دقيقة فهد القيس فهد القيس لبيك بالله عطنا واحدة عطنا واحدة
يعطيكم العافية يا عيال. موفقين. شكرا لكم. شكرا. باستثناء هذا الحد اللي تغير اثناء المداخلة. نعم نعم. عيال انا اتكلم عن الموضوع بجدية. ايش اللي جالس يصير؟ والله اللي جالس يصير انا اشوف انكم واقفين. ايش اللي يصير انكم واقفين؟ والله حلوة. خلينا نغير. ايش يصير يا رجال؟ الكراسي ما هي زينة. نغيرها الحلقة. خلاص غيرها ان شاء الله بعدين نجي. لا لا مو بالكراسي انا بوقفك المقدم. بدل اسلم. بسم الله عليك. غلط والله غلط. اسلم غلط صح. انا اشوف انا اطالب ان التصويت يكون مادي للحصانة بحت. والله العظيم المادي هو دافع. شوف سامعني هو دافع كذا. اي ليه يدفع؟ عرفت يا خل الحين سوالف يا ادمي. هو دافع على الوهمي صح. خله يدفع على متسابقه ونستفيد. ويستفيد هو ويستفيد الجميع ويعرف يعني خلصنا. طيب نعم. انا اكتشفت في هذه موجود هنا المليون كم فيها؟ بكم؟ مليون ريال. 95 ريال وجدتها. انا عاد وجدت 95. والله حلوه. طيب 95 تقريبا. هذه ليه وينها ما عرفنا؟ كم يا ليت يا ليت يا اخوان. فريق دعم هذه بالربعه. بالله فريق دعم هذه بالربعه قولوا لنا بكم المليون. بالله عليكم مليون. علمونا. 175 يعني تتكلم عن 1070. وش علي وش تشوف في حل استبدال اللي عدد المشاهدات هذا اللي جالس يعني جهد ناس يروح؟ وش في حل اني اعطي حصانه من؟ عشان كذا كنا دائما وش نقول؟ الحصانه خلها بفلوس 17000 بنشوف تدفع فلوس ولا لا. لا تحصلت فلوس قال والله ما ادفع شيء للقناه. فريق دعم كلهم ادفع الصيني كذا. اهم شيء ادفع الصيني وادفع لاي شيء. كم 500 ريال 1000 ريال 500 يلا اعطيني في الوهمي. لكن لدى انداحم الصد قال لا. لكن انا اطالب من الان ان يكون تصويت نجم الجمهور نهائي مادي بحت 100%. بالله بس هادي بالربعه. فريق دعم هادي بالربعه.